بالنسبة للرسالة ديالي في يوم المرأة اللي هو الويمارس، نبغي نقول لأي امرأة كتسمعني، انت قوية، انت قادرة ديري بزاف الحوايج، انت عندك بلاصة في وطنك، في دارك، في مجتمعك، في خدمتك، انت هي نصف المجتمع وأكثر من ذلك. رسالتي اليوم العالمي للمرأة، رسالتي لكل امرأة في المغرب ولا خارج المغرب، هي كوني قوية، كوني متشبتة، كوني طموحة، وكوني دائما متشبتة بالأحلام ديالك. رسالتي لكل امرأة في عيد المرأة ولوي مارس، صراحة الكلمات ما يقدروش يوصفوا أحاسيسي للمرأة، حيت المرأة هي كل شيء، المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي اللي كتربي لنا أجيال، المرأة هي منبع الحنان، المرأة ما نقدرش يوصفوها الكلمات، اللي نقدر نقوله هو تابري وواجهي مخاوفك، ثقي في راسك، انت ان شاء الله تقدري ديري بزاف د الحوايج وكنعتمد عليك، كل شيء كيعتمد عليك. بالنسبة لي المرأة هي مصدر إلهام ليا ولكل واحد.